في ظل الثورة الحاصلة في عالم التجميل وتنامي ظاهرة الاستعمال العشوائي للمواد التجميلية وحتى المنتجات المستخدمة من طرف مراكز التجميل في الجزائر، برمجت ورشات مع مختصين وخبراء في المجال من البرازيل وفرنسا. دونك عرضنا لي زانستيتيود بوتي سالون دو كوافير باش درنا لهم اون ماستر كلاس اون ميز اجور دي نوفوتي واش كاين جديد لابليكاسيون تاع لي برودوي باش اوتوماتيكمون يخدموا برودوي بيان ايزوغ ان اكسيلون ريزولتا باش لي كليونت بيان سور اي لي فام الجيريان سوبليم لور شوفو. زعما جي دوريجين الجيريان دونك سا مي تيان كور دتر لا اوجوردي جو با سوفون دان لي بيي سكو جي رماركي موا دونك ان الجيري دان لي بيي عرب ان جينيرال il manque de la formation et de l'information, chose que nous allons mettre en place et nous allons faire attention que tout soit suivi et fait avec un protocole. الحرص على خصوصية كل مقبل على استخدام مستحضرات التجميل من كيراتين وبوتوكس وغيرها من المنتجات ضرورة لتفادي حصول أي انعكاسات على الصحة العامة. نعطيو لهم لا ميور ابليكاسيون لا ميور ميثود لي ميور نوفوتي باسكو فيت كيما لي سواليسون اي تو سا سي دي زيتاب سي دي ديتاي لي الواحد يلفوك تكون عنده ميزاجور كل عام باش يعرف الديتاي دو لابليكاسيون دونك حنا سي اون ميزاجور لي نوري لهم كيفاش يابليكيو لو برودوي كيفاش يكون عندهم ان ميور ريزولتا كيفاش لو شوفو يكون خير شباب بلو سامبل بريون بلو هيدراتي سي اون بيل اوبورتونيتي على خاطرش سا بيرمي لي زيشانج حنا لابد نكونو لازم يكون عندنا كيفاش نقولو ان بون مع هادو الخبراء الأجانب اللي يعطونا التجربة تاعهم اللي نستفيدوا منها واللي راح تمنحنا يعني الفرصة احنا كذلك هنا في الجزائر نقدموا يعني أشياء وبيان نقدموا دي بريستاسيون دو كاليتي للزبونة تاعنا ما نقدروش نخدموا يعني منفصلين من عالم الموضة ولا الحلاقة يعني الأجنبية. هذه الورشات وفتح دورات تدريبية من قبل مختصين في مجال التجميل عامل من شأنه التقليل من انتشار الدخلاء على المهنة، وفي مقابل ذلك تفتح الأبواب أمام من له الرغبة وشغف اقتحام هذا التخصص.